روى بقول لك شيء، ترى كلمة بطل العالم ترى كلمة كبيرة وفيها تعب وفيها جهد وفيها منافسة قوية، فاليوم ترى شعور وايد حلو ان نقول ان كويتي بطل العالم. اي وخذها من البلجيك بعد، ها نو جوك، احنا نو جوك بحر، رفع عليك لعبتنا البحر. لعبتنا بدر جاهز معنا؟ الو صباح الخير. صباحكم الله بالخير. هلا بدر، يا هلا صباح النور. شلونكم؟ طيبين؟ اجر عافية اجر عافية. يعافيكم يا بعد قلب، ما قصرتوا على الاستضافه الطيبه، فنقول لك مبروك ونقول لك اجر عافيه ونقول لك خطا كسو ونقول لك من هلا على كل ما شاء الله كل التبريكات تركب ومناسبه للوضع الحالي. لجل عيون الكويت كل شيء هون حبيبي. يا بدر الله يحفظك يسلمك. بعد راسي والله. بدر اذا انتش بس معك في التفاصيل، لو تكلمنا وتسمع الناس بس تفاصيل هذه البطوله وشلون صارت الاصابه، والحمد لله طمنهم عليك وقول لهم بس بالضبط شنو اللي صار معك اثناء هذه المسابقه وهذه البطوله. اللي صار وياي الله يسلمكم، احنا عندنا بطولاتنا اللي قاعد تصير يومين انتسابق، يعني اليوم سباق مثلا وباشر سباق. الجوله الاولى خليت فيها اول على الفئات كلها، اللهم لك الحمد. الجولة الثانية اللي هي كانت يعني باكر ثاني يوم اللي سويت فيها الحادث، انقلبت من البداية، أنا كنت منطلق الأول من سوء تنظيم الاتحاد البلجيكي للكورس مال السباق. كان السباق كان الكورس وايد ضيق، حتى رئيس الاتحاد اليو اي ام اللي نضمن سباقات العالم يحضر حق كل دولة يشوف تنظيم السباق. فقبل لا انقلب هدونا وصار واحد هم دعمني على الجنب وعطونا علم احمر يعني وقفوا السباق. القومة كانت بدايتها غلط لان كانت حيل المسافة قريبة حق اول الكورس اللي نلف فيه، فصار تقريبا احنا 9 طراريد كنا داشين يعني يم بعض، وكانوا الكورس يكك جدا سيء. فالغوا يوم انقلبت الغوا السباق الجوله هذه، وتوجت على الجوله نقاطي اهلتني اني اكون بطل عالم. اللهم لك الحمد. اللهم لك الحمد. الاصابه بس بدر شنو كانت؟ والله الإصابة الله يسلمك، عندي 7 أضلع يسار مكسورة وخمس أضلع يمين مكسورة. كان السباق أسبوع اللي طاف، مو السبت هذا اللي قبله. الأحد خلصنا، طلعت من المستشفى. الأثنين قلت لهم أنا ما أبي أقعد، أبي أطلع على مسؤوليتي. أهم شيء اللهم لك الحمد الرئة مو هايشة شيء، فطلت على مسؤوليتي وصلت الكويت والحمد لله. الحمد لله على سلامتك. أتعالج. والله بدر أنا شفت الفيديو صراحة، والفيديو يعني مرعب، يعني اللهم لك الحمد إن أنت بصحة وعافية. إحنا قاعد نتكلم عن قوارب سريعة وقلبتها يعني خطرة، اليوم أنا بجت سكي أطيح أتألم، فبالك على سرعة طراد. ولكن اللهم لك الحمد، إذا بنثبت شيء بنثبت إن الكويتي وين ما كان وشنو لو كانت اللعبة هو قدها. بس انا سمعت سالفه بدر صراحه قويه والله. وايد انا بدر ترى ها. قالت لي سالفه عندك بدر قويه صراحه. ابيك تقول حق الناس يا بدر ان اول ما بطلت عينك وقمت بالسلامه شنو اول شيء سالت عنه؟ اللي سالته انا قبل انزل هالسباق يعني بيوم مركب ماكينة جديدة حق الطراد، عرفت؟ فأنا متألم، عرفت؟ شايني محمد، أوجه له كل تحية، أخوي محمد العيسائي المساعد مالي. أنا يوم انقلب فيني الطراد كنت تحت الماي متعلق بين السيت وبين يعني السكان، ما قدرت أطلع، الطراد طايح علي وأنا بغيت أطلع ما قدرت. بس يعني جزاه الله ألف خير أبو جاسم، هو اللي سحبني من تحت الطراد، ولأن ضربة السكان مال الطراد على ضلوعي فما قدرت، كنت أتنسم حتى وألم. فوق هذا شو أقول؟ أقول لمحمد الماكينة صار فيها شيء، يقول لي خلها تولي. أي ماكينة؟ قلت له ماكينة جديدة ركبينها راحت. الله يحفظك يا رب إن شاء الله، ودائما مثل ما أنت قاعد تقول نعم أنت بطل، وإن شاء الله يا رب البطولات الجاية تثبت لهم أن هذا الشيء موجود فينا. حبيبي الله يوفقك بإذن الله، والوعد إن شاء الله تلقي فيك بالاستديو بصحة وعافية إن شاء الله.
إن شاء الله إن شاء الله عندنا بطولة عالم شهر 10 في إيطاليا كومو، إن شاء الله همني فيها الذهب. الله يحفظك يا بدر، شكرا. احنا همنا بدر ان انت تقوم بسلامه اول وتهتم بصحتك وعافيتك، والحمد لله ان انت اليوم موجود بين اهلك وناسك وجبت لنا الذهبيه ورفعت اسمنا واسم الكويت عالي، وان شاء الله الوعد عيل شهر 10 ان شاء الله. باذن الله. تحياتنا حق كل اللجنه المنظمه وكل الفريق اللي كان معاك اللي ساندك وعطاك هذا السبورت، وان شاء الله باذن الله نشوفك قريب عندنا بالاستديو. ثانك يو بدر، ما باذن الله. نهارك سعيد، مع السلامه.